بعدما فك اسر الرئيس سعد الحريري الشخصي بات بالامكان التساؤل عن مصير الرجل السياسي 12 يوما انتظرها اللبنانيون لمعرفه الجواب على سؤال لطالما ردده حليف الحريري اللدود المستقبل الى اين؟ على ان قدره التقلب وتبديل المسار السياسي الذي لطالما تنعم به الزعيم الاشتراكي غير متاح للحريري فبعد الافراج السعودي يخير الحريري بين انقلابين الانقلاب على العراب او الانقلاب على التسويه. الخيار الاول انه يعود عن استقالته وهذا صعب كثير، العوده عن الاستقاله بتعني انه كانها صفعه شخصيه وجهها الرئيس سعد الحريري لمحمد بن سلمان وما بعتقد انه هو بهذا الوارد. الخيار الثاني هو انه يقدم استقالته ويرجع يتكلف اذا ويتكلف وما يالف حكومه ويبقى لوقت الانتخابات كمان هذا الامر صعب شوي حاليا خطوة إعادة التكليف وعدم تأليف الحكومة يفهم منا سعوديا أنه هو ما بده يواجه حزب الله الخيار الرابع أنه كمان هو ضعيف الخيار الرابع أنه يرجع رئيس سعد الحريري يتكلف برئاسة الحكومة ويألف حكومة بشروط هو رح يطرح هذه الشروط منا العلاقه بالبيان الوزاري منا العلاقه بتعهدات باداره السياسة الخارجيه بالبلد كمان ما بعتقد هلا في حدا بوارد انه يعطي تنازل لانه هذا التنازل ليس للرئيس سعد الحريري رح يكون بل لمحمد بن سلمان من ضمن الخيارات المتاحه امام الحريري خيار ثالث يتيح له شراء وقت قد يعفيه من اختيار اي من الانقلابين الرئيس سعد الحريري يشارك بحكومه ولكن عبر شخصية سنية هو يختارها لرئاسة الحكومة خيارات المط... كثيرة المطروحة قدامه يعني بدها تكون بهالحالة عندك نائب بهي الحريري الوزير نهاد المشنو وزير السابق خالد أباني في على شخصيات أخرى كمان من فريقه ما تكون من يعني شخصيه تكون تحمل صفه التكنوقراط كرئيس حكومه بما انه الحكومه راح تكون بس حكومه انتخابات. اربعه خيارات يدرسها الحريري بحذر في ملاذه الباريسي المؤقت. اربعه خيارات تحدد ما اذا كانت ذكرى الاستقلال عيدا للانفراج ام تاريخا للانزلاق. ادم شمس الدين قناه الجديد.